تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر سيارة من نوع سوزوكي ألتو بتصميمها الجديد. وأظهر الفيديو المتداول سيارة ألتو بحلة جديدة أين تم تزويدها بأكياس الهواء الواقية للصدمات بالإضافة إلى بلوتوث. وفيما يخص المحرك، لا يوجد فيه تغييرات مثله مثل ألتو القديمة، في حين الأمر الذي أثار استغراب وتذمر هواة ومحبي المركبات ثمنها المبالغ فيه، والذي اعتبروه خيالي حيث وصل ثمنها إلى 230 مليون سنتيم. وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه السيارة تعتبر سيارة شعبية من حيث ثمنها المعقول، إلى أن ما أظهره الفيديو خرج من المعقول. وبرر صاحب السيارة غلاء ثمنها بأنها مستوردة من دبي. كما أظهر رواد منصات التواصل الاجتماعي تذمرهم من غلاء السيارات في الجزائر. سلام.